السلام عليكم. انا اليوم بغيت عندي واحد العراضه غدي عند الوالده ان شاء الله، ودايره فيها الدجاج معمر بالسوسيس والكفته والخضر، وبوحدي ما غاديش نقدر نصور لكم، نعطيكم غير لقطات باش تشاهدوا. صافي هادشي اللي كاين، واش حامكم هاد الوصفه وصافي. هانتوما اش عندي بعد؟ عندي الخضر، هاد كاين الكورجيت، الخيزو، الكفته، السوسيس، الزيتون الاخضر. جبت لكم مقادير اخرى مازال ما كملتهمش. كاين حتى البصله، ما تساوش بصله، حبه البصله صغيره هكا شلطوها. وعندي لا فيغميسين، درت لها شويه الماء طايب، وراني جرحت يدي. شوف بوحدي جري جرحت يدي، شوف واحد الجرحه ما نقولش لكم علاش انا دايره لي غون ما كنخدم بهم. دابا ندوزو باش نسوطيو هاد الخضر نوريكم كيفاش. عاد دابا درنا المقله كتسخن، درت فيها شويه الزيت، غندير البصله الاولى هي تشحر حتى تطيح مزيان. حاولي الدار هاي طاحتنا البصلة. غادي دابا الكفتة، حاول تخلطو حتى تحل ليكم. دائما كنحلها بالفويل، كاين اللي كيزكى الماء، انا الفويل كيجيني ساهل بزاف كتحل ليا. غادي نزيد المعدنوس وعطريه الكفته، ونخلط. كيفاش كتحل مزيان دغيا غطي الماء، لا ما تحط الماء مع المعلقه ولا هي كتحل لكم. ناخذ نفس المقلات، شفتوا عندي فيها الزيت، عندي فيها الثوم والمعدنوس، ونزيد خيزو حتى يطيح ليا كاوا، ومليحة وبزيرة كطيح شوية. غنزيد الفلافل، أنا عندي غير الخضرة، نتوما غديرو فيها الألوان باش يعطيكم منظر زوين ونسالوبو. كطيح شوية الفلفلة، كنزيدو الزرعة موراها، وتنديرو مليحة وبزيرة الكورجيت، الكوسة، قطعة جوليان، شوف قطعة جوليان، الفلافل تقدر تقطعو مربعات، نفس المقلاة كندير فيها الزيت وكندير فيها الصوصيص، هاهي حيت كيتشحاو لينا مزيان. انا حتي واحد الزرع هذا كيدير صوصيص واعر، عندنا كلشي اللي كتبغي دير صوصيص تاع الحمام، شي مجهود ديال البيبي او لا ديال حاجه اخرى من غير البقري، الكفته ديالو ديال البقري نديكم جديده. هو غادي نشحرو ومن غيطيب غادي نقطعو طريفات صغار ونضيفو على الخلاط. الصوصيص غنقطعو طريفات صغار بحال هكا، بقي سخون بحال هكا، شفتوش؟ واو، شفتو بحال هكا. ونزيدو نضيفو تاهو على هاد الخليط، ديرو شي قصعه ولا شي حاجه كشي بانيو كبير باش يقدكم. هنا راه زدت الزيتون سلايس قطعتو، زدت الهريسه، وزدت قرشه الحامض التاي غنديرها. ديك الساعات كتذوقو شوفوا واش خاصكم ملحه وبزار، كتزيدوا كتصحوا الذوق ديالكم وتخلطوا كلشي. وغادي نعزلوا واحد لابارتي منها، والشي الاخر غنزيد فيه شويه الفيرميسيل. هانتوما خلطت هنا، نقصت هاد لابارتي، وهذه صفيت شويه الشعير الباكيه، ما درتهاش كلها، شنو خليت منها باقي بزاف، درت تقريبا نصها باش ما ناكلوش غير الشعريه بوحدها، ناكلو حتى الخضره حتى هي، شفتوا
دابا غنجيب الدجاج ديالي اللي رقدتو البارح في الليل باش يصبح زوين. انا ما كانش عندي الوقت باش نوريكم داكشي كلشي، انا نوريكم نقول لكم اشنو درتي وصافي. هاد الدجاج ديالي هو رقدتو البارح، شفتو ها هو، درت فيه الربيع ومعلقه كبيره ديال المطاط، ملح والبزار وسميتو والحامض مطحون، و الحامض بزاف مطحون والخرقوم باش عطيني الصفوريه. هادشي اللي كاين، ورقدتو مزيان بين الجلده والعظام، وخشيت هنا وهنا وخليته في الفريكو حتى اليوم. عاد باش غادي نعمر ان شاء الله، غناخذ بالوحيده والحيده ونعمرها. بسم الله، عمرو مزيان. وري صداو بكيغدون من هنايا ولا بخيطوها واللي بغيتو بحال هكا، عمرو هنا وعمرو هنا. دابا انا بغيت نوريكم الطريقه، وانتم راكم تبارك الله كلشي حادك، كلشي كيخدم مزيان، كلشي بخير وعلى خير. نصيب ديا واحد البورطابل اللي كاع جاب تلتو. انتم بحال هكا كديروا، ما كنعرفش نخدم بالليغات سمحوا لي. كديروا كيغدون باش تشدوا منها، وتشدوا بخويط برجلات هكا وديروا في الطاوه وغتغلفوا ب داك بابي سيلفيغيز، ديرو الفيلم هذاك الومنيوم من الفوق وديرو في الفران حتى يطيب. من بعد كتعريو عليه وكتخليو كيتحمر، تقدروا تدهنو بالسمن اولا بالزبده وشويه التحميره باش عندكم ديك الحموريه، وانتوما اللي بغيتو اولا بالعسل اللي بغيتو. هنا عندي واحد القطه فيها الربيع مقطع، المعدنوس عين المعدنوس بوحديتو، الحامض مصير، الثومه و سميتو هذا الخيار مخلل كورنيشون، كطحنوا كلشي وكديروه مع الربيع والملح والبزيره صافي باش كتصبيو كلشي للخضار ديالكم. انا بديت باللوبيا، انا درت القوق الفون ديال الارتيشو النقي. بالنسبه لهاد الفون دارتيشو ها هما، راني سلقتهم وقطعتهم هكا طريفات ودرتهم مع الجبانه حتى هي، وغادي حتى الجبانه هي باش تلوقها، وغادي نشحرو في نفس الماغينات اللي وريتكم قبيله، والخضره كلها غنشحرها بحال هكدا، ونتلاقاو ان شاء الله في الدغيساج ديال البلا ديالنا. وها الشكل النهائي ديال البلا ديالنا، شفتو كيفاش جا؟ ها هو جا رائع. زوقتو بالخضر اللي صديت بديك الطريقه اللي قلت لكم، وكتحيدوا له الخيط وتحيدوا له هذوك، تفلحوا من الوسط باش تبان لا فاكس دايرين، باش عارفوا الناس راه محشيين. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وصفه جديده والى الملتقى.